انا عايزه اقول لكم المكالمه دي اثرت فيا جدا، وانا احكي لكم عشان تقريبا هي بتمس الناس اللي عايزه يبقى لها حال عند ربنا سبحانه وتعالى، او الناس يعني اللي القلب العبد اللي هو يعني ايه اقول ايه مثلا خلط عملا صالحا واخر سيئا، مش يعني المؤمن اللي هو يعني اعماله كذا ولكن ولد ضعيف جدا، لا يعني ايه اللي بيعرف وفاهم فعلا، لا انا الشيطان عمل فيا النهارده، لا انا توسوس لي في الامر، انا استجبت لهوى النفس النهارده. المكالمه كانت عباره عن الحقيقه يا دكتوره هاله، انا كنت مواظبه على كل الحاجات قبل رجب وقبل بداية شهر الحرم الجميل اللي احنا فيه ده، وقلت بقى الحمد لله الحمد لله انا خلاص اهو مظبطه الفجر، مظبطه القيام، ادي القران، مظبطه حالي، وقلت خلاص انا داخله الموسم بتاع الطاعات الجميل ده بالحمد لله مظبطها، هبتدي بقى ايه اعلى في النوافل بقى والسنن الرواتب وهكذا. وبتبكي، طب يا ست اسمعي اصبري، طيب طالع عياط خلينا نفهم في ايه الدنيا. قالت لي وبعدين في تاني او تالت يوم من رجب اقدمت على ذنب هي كانت تابت منه قبل كده، وبعدين ترجع تقول لا خلاص بكره، فراح منها الفجر وراح منها القيام، وبقت مشغوله بهم وشؤم المعصيه اللي اتعملت، فضاع القران. وايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ لو احنا ركزنا هنعرف ايه اللي بيحصل. كارثه بيوقعك فيها الشيطان قبل اي موسم من مواسم الطاعات. ليه ليه ليه؟ تعالى اما اقول لكم ليه، ده العنوان العظيم بتاعنا. ايه اللي بيوقعنا في الشيطان، وليه وقعنا اصلا قبل موسم الطاعات؟ طب ما مستنى ما يجي موسم الطاعات كده كده مش هنعمل. لا لا، هو عارف ان لو قلبك استعد في رجب وشعبان هتروح رمضان خلاص كده كده سك وخلاص انتهينا، خلاص خلاص فيها ليله قدر وفيها 10 الرحمه و10 المغفره وفيها اول ليله تفتح وفيها الله عز وجل، لا ما هو يعني حاجات اللهم بارك، يعني الحسنه ب10 و10 والسنه بفريضه والفريضه ب70، كم هائل من الحسنات. فعارف ان انت كده انت خلاص كده انت كده مكتوب لك جنه خلاص ان شاء الله يا رب اللهم امين. فيعمل ايه؟ لا يعدلك من قبليها، قلبك ما يبقاش مستعد، فتيجي رمضان تبقى متحمس، ها تاني يوم رمضان يقول لك ده انا والله ما لحقت، تالت يوم رمضان الفطور ومش عارف ايه اللي جرى ومش قادر. عشان هو استلمك من قبليها. هو ليه بيعمل كده؟ لانه عارف ان انت لو طعت وداخل جنه هيسبح. بص بيحصل ايه الاول؟ بيجيب الشيطان، ابليس يجيب الشيطان اللي هيوسوس لك بقيه طول السنه. يجيب الشيطان ده ويقول له بص شوف الشيطان اللي قبله ده خلاه تاب، ده تابت، ده عادت الى الله، ده بقت تحفظ قران، ده بقت بتسمع كلام زوجها وطيبه وكويسه وزي الفل واصيله، لا ده بقت اللهم بارك من 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 اصحاب العلم الشرعي، حاجه كده يعني. فيذبحوا، يقطع الاول ايديه من امام ومن خلاف، يعني الايد اليمين مع الرجل الشمال، ثم يذبح الشيطان ده قدام الشيطان اللي جاي لك جديد. فاللي جاي لك وقاعد معاك ده عارف، عارف ان انت لو صلح حالك في الايام دي وخدت ثمره رمضان خلاص هو هيذبح. فامر طبيعي انه لازم يعمل لك مصيبه وكارثه قبل اي موسم طاعه. يجيب لك ذنب كنت تبته منه ويرجعك، يجيب لك معصيه، يفتح عليك باب شهوه، يفتح عليك باب جديد يقول لك والله مش بتاع الكلام ده، انا راجل صالح وست صالحه مش بتاع، يفتح لك باب معصيه جديد او باب التباس جديد، عارف انت اللي بيلبس ال 100 حاجه 100 حاجه يعني صح وشايفها علشان حاجه واحده بس، شبهه واحده بس كده وتقع فيها، ودي الكارثه. انا عايزه اقول لكم ان الوظيفه الحقيقيه للشيطان في الايه، قال فبما اغويتني ها لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شم، ده أنت محاط، ده أنت محاط بيه، ولا تجد أكثرهم شاكرين. الله على الآية، بصوا لخصت وظيفة الشيطان معانا إيه؟ حاجتين اتنين، غواية أدي هو إضلال البشر بقى عن طاعة ربنا وإنهم يخشوا جنة، لا ده أنت هدفه إنه تخش معاه نار، ورقم اتنين مصيبة وكارثة. يقول لك انا مش بقع في معصيه، بس انت ما بتشكرش نعم ربنا، ودي كارثه على فكره بيقع فيها كتير جدا جدا من العباد، وتلاقيه كويس بيصلي وبتاع مسجد وزي الفل، لكن ولا تجد اكثرهم شاكرين. اما اشرح لكم ولا تجد اكثرهم شاكرين دي مش شايف النعم،
دايما ناقم، دايما بيقارن بحال غيره، دايما كذا، شفتي مش عارفه بنت خالتك عامل، شفتي مش عارفة. وهي تقول شفت شفت اخوك، بلاش يا عم بلاش اقول لك جوز اختي، شفت اخوك بيعمل ايه مع اهلي، شفت كذا، مقارنات ولا عيال فلان وكذا، مش حاسس بنعم اولاده، مش حاسس كذا، ده العيال فشله، ده العيال ما بيعملوش، ده العيال كذا، ده العيال مش شايف، مش شايف ان له زوجه صابره عليه، وان له زوجه تحمد الله عز وجل على جوته، وصالحه وكويسه وتسمع وتطيق، مش شايف، مش شايفه ان زوجها شقيان علشانها وطالع شغال دوام في دوام وعامل كذا وكذا وكذا عشان يوفر لهم، مش شايفه. ولا تجد اكثرهم شاكرين. العبد اللي هيجي يقول لك انا مش بتاع معاصي ولا بتاع شبهات يضللني الشيطان وقع في شهوه، طب ماشي، يبقى انت مش شايف نعم الله عز وجل عليك، كارثه. فتعمل ايه؟ فما تحمدش، فتعمل فتسحب النعم، تخشى. انا بقول لك اهو، الواحد اللي ما يشوفش نعم الله عز وجل عليه ويحمد ويشكر عليها بقلب ممتن، قلب شكور لله سبحانه وتعالى يا رب على النعم دي، تتشال منه النعم. ما هي ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، لا 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 لا، كفرتم ايه ونكفر، لا لا، ما هي هي الايه، كفر بالنعمه والعياذ بالله، نوع من انواع الكفر، ما في الشرك الاكبر والاصغر والكفر الاكبر، ده كفر بالنعمه والعياذ بالله، كارثه. شوف الشيطان بيعمل ايه؟ مش عارف يجيلك، مش عارف وقع، يا اما يذكرك، ركزوا معايا تاني، يذكرك بمعصيه انت كنت تبت منها فيرجعك ليها، توب وتتوب وتعب، يا اما يفتح عليك باب شهوه جديد، يا اما ودي هوايه، يا اما ما يخلكش تشوف النعم، هتبقى ناقم، استغفر الله، كانك مش استغفر الله، كان العبد مش عاجبه يعني تقدير الله عز وجل له. لكن لو شفت ان هشكر يا رب لك الحمد، لك الحمد، لك الحمد، واعمل بقى، ما هو اعمله قال داوود شكر، فالشكر بالعمل مش بس كده يعني باللسان، لا بالعمل. يبقى يحصل ايه؟ يوقعك في ذنب او معصيه قبل موسم الطاعات، ويركز معاك فيها عشان تقع وتفتن وتذنب وتعصي وتعاود، وما تلتفتش للطاعات اللي المفروض انت واخد بالك منها من دلوقتي. الوقت اللي انت فيه ده وقت رهيب، ولا واخد بالك من حال قلبك يتعامل فيه ايه. فتره من افضل الفترات في حياتك، غرس بذور التوبه والعمل الصالح في شهر حرم هو شهر رجب، يضيع عليك الامر ده قبل رمضان، وقبل ما نرجع ونشتكي بقى، فاكرين بقى يقول لك والله قلبي مش حاسس بقلبي، ده انا في فطور، والله ده انا كسلت في خمس يوم رمضان، مش عارف في ايه، مش حاسس. ما هو انت مش متدرب، ما انت مش واخد بالك من قلبك بيعمل فيه ايه. الشيطان بقول لك هيذبح، واحد هيتذبح، فهيعمل معاك ايه؟ كل ما استطاع عشان يبعدك عن الطريق، عشان ما يبقاش عندك حال قلب تائب لله عز وجل، منكسر لله عز وجل، ويشوف ايه اللي في قلبي، واعمل تخليه وتحليه واستغفر واتوب وانظف. عندي حديث للنبي عليه الصلاه والسلام، ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفنيه بعد الفنيه، يجي يروح له ويروح له، يتوب ويرجع له، او ذنب واستغفر، ده تاني نوع مقيم عليه لا يفارقه، عمله قعد عليه بقى، ولا بيتوب ولا بيعمل ولا كذا حتى يفارق الدنيا والعياذ بالله. ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا اذا ذكر ذكر الله. الله اقسم بالله، لولا اخر كلمتين من الحديث ده لكان الواحد يقعد كده مرمي على سجادته يبكي لله سبحانه وتعالى، نجينا بقى، نجينا يا رب من الدنيا دي. يعني عبد بيجي له ذنب فين يا بقى، ويتوب ويعود ويتوب ويتوب ويذكره ويرجع ويوقعه فيه. الشيطان قلت لك بيوقعك فيه في الفتره دي عشان ما تاخدش الثواب، او يقعك في ذنب مقيم عليه ولا يفرقك حتى تفرق الدنيا، ما بيتوبش منه، وده تاني نوع. او التالت بقى يعتريه ويجي فات كذا، وبعدين اذا ذكر يتذكر ويفتكر. هو ده الجمال، هو ده الجمال. حلقه النهارده انا جاي عشان اذكركم، الحديث اخبار عن حال العبد ووضعه، ومش بس وضعه ده كمان ضعف العبد. الله عز وجل قال وخلق الانسان، وخلق الإنسان ضعيفا، عشان كل مسلم ومؤمن يعرف أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، خالص ملناش أي حول، لازم على طول أجدد التوبة، وعشان أجدد لازم يتوب الله عليهم، لازم توبة من الله عز وجل، إرادة التوبة من الله سبحانه وتعالى.
ويتبرأ من حول وقوته اللي هي قوة البشر الضعيفة دي لحول الله وقوته قوة الله عز وجل الخالق البارئ القادر المقتدر. أنا هنا النهاردة في الحلقة دي ربنا بعتني ليا وليكم رسالة عشان نذكر بعض يا جماعة، ونحس كده ونمسك قلوب بعض كده نغسلها وننظفها ونطهرها ونطهر نفوسنا ونقول لها يعني كف عن العصيان واغتنم، انجب نفسك قبل ما يجي يوم لا ينفع ندم ولا مال ولا بنون ولا يحزنون، مش نفعك حاجة. الحديث بيقولك ان المؤمنين ثلاثة، واحد بيرتكب الذنب وبيعتاده وبعدين يتوب منه عوده الفنية والفنية، والتاني لا شر مقيم عليه ما بيتوبش أصلا ما بيفرقوش حتى يموت، وده أكتر سواد وشر من الأول. والتالت المؤمن بقى اللي إيه؟ اللي خلق مفتنا توابا نسيا بنسى، وإذا ذكر ذكر. يا رب يا رب جعلنا واجعل الحلقة دي بداية عهد جديد وقلب جديد مع ربنا ونفوق. ما هو انت لما تعرف وتعي وتفهم الشيطان بيعمل معاك ايه تبقى فايق، ما ده عدوك تبقى فايق. مش بصوا يا جماعه انتوا عارفين المشكله في ايه؟ المشكله ان احنا عمالين يعني نخوض حروب جانبيه حروب الدنيا اصلا اللي هي هنمشي ونسيبها، اللي اصلا هي في الجنه مربط عنزه كده يعني حاجه كده لعاعه لعاعه كده، لو كان بتعب كان عطاها للمؤمن لكن هي لعاعه. واحنا عمالين سايبين المعركة الحقيقية اللي قاعد لك كده قاعد لك وبيخطط لك وفهمك كويس وعارف نفسه ويوسوس لك ويقيمك على ذنب والعياذ بالله، أو يرجعك لشهوة أو يرجعك لمعصية والعياذ بالله. نستغفر أعمل إيه؟ يلا ورقة وقلم اكتبه معايا عشان أنا عايزة الكلام ده تطبقيه على نفسك وعلى قلبك وتطبقه على نفسك وعلى أولادكم. أول حاجة نستعيذ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وده أول حصن إن أنا استعيذ. أتحصن إزاي ضد الشيطان والوساوس وإنه يوقعني في فتن وشهوة ومعصية؟ إن أنا أستعيذ بالله وأحسن اللجوء إلى الله، صدق اللجوء إلى الله، كثرة التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وأما يجي لي نزغة من الشيطان على طول الآية، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ. فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا، على فكرة ده متقين، إذا مسهم كده طائف من الشيطان، ورحمة ربنا إنه كان مس الحمد لله، يعني إنه كان وسوسة بس مش حاجة، بس شوف الناس بس مجرد الوسوسة يفعلوا الكبائر والسبع الموبقات والسبع الكبائر. تذكروا يا رب اجعلنا منهم، يا رب اجعل الحلقة دي بداية التذكر يا رب، اللهم آمين. فإذا هم مبصرون، خلاص فهم. أنا بقول لكم النهاردة عشان نفهم عشان نعي عشان تفوق لنفسك. كمان كان من دعاء النبي عليه السلام، اللهم اعصمني من الشيطان، وطلع من المسجد، اللهم اعصمني من الشيطان. يبقى أول حاجة بستعيذ، تاني حاجة بعتصم بالله من الشيطان وما خافش منه. الناس اللي خاف منه إيه ده؟ كان كيد الشيطان كان ضعيفة يعني. أستعيذ وده تحصين، تحصين من الشر، وإن أنا أروح بقى على الطاعة والذكر زي ما هنقول دلوقتي، إن كيد الشيطان كان إيه ضعيف. والله سبحانه وتعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، اجعلنا منهم يا رب. إنما سلطانه على مين؟ على الذين يتولونه. سيب نفسك لو مديله أمرك اتصرف، ما انتش فاهم، ما انتش أو بتسمع إن شاء الله. لا لا لا، والذين هم به مشركون. ليبقى لازم أخلي بالي. ثالث حاجة المحافظة على أذكار الصباح والمساء، حصن وأذكار النوم والاستيقاظ، أوراد اليوم والليلة، الصلوات والرقية الشرعية، كل الكلام ده اللي احنا قلناه في الحلقات اللي فاتت كلها. أعظم حاجة يتحصن بها المسلم من كيد الشيطان والهواجس بتاعته هي الأذكار حسن. أنا عايزة أقول لكم حاجة، كنت دايما أقول لزوجي أوصني يقول لي قلتي الأذكار؟ يقول له هات لي حاجة خلاف الأذكار. يقول لي ما أنتش عارفة قيمة الأذكار. سامع لسه مقولة للشيخ حازم كان بيقول نحن يعني بنسيء الأدب في التعامل مع الأذكار، كان فيديو دقيقتين ثلاثة أو ثلاثة تقريبا. فعلا أنت إحنا مش بنتفكر في الأذكار. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اذكر نعمة هتبقى بقى ولا تجد أكثرهم شاكرين زي ما قلنا أول حلقة، لا هتبقى شاكر.
احنا مش بنتفكر في الاذكار. لا الحمد لله صلي على الرسول الحمد لله. قلنا الاذكار غلط، قولها بقلبك، قول الاذكار بقلبك، وما نسيش التعامل معاها ولا يبقى عندنا سوء ادب في التعامل مع الاذكار اللي هي حصن اصلا. رابع حاجه هي مدافعه الوساوس والخطرات والهواجس الرديئه والافكار الرديئه، وما استرسلش فيها. زي كلام ابن القيم اللي كلنا حفظناه، واحده بتقول لي انا خلاص حفظت من طلعت، طب كويس انك حفظت. قال دافع الخطر، الخطره السيئه اللي بتجيلك دي، فان لم تفعل صارت فكره، فدافع الفكره، فان لم تفعل صارت شهوه فحاربها، فان لم تفعل صارت عزيمه وهمه، فان لم تدفعها صارت فعل، جوارح بتعملها خلاص بقت فعل، فان لم تتداركها بضد كده خلاص بقى صعب عليك ان انت الانتقال عنها او ان انت تسيبها. يبقى الحل ايه؟ اعوذ اول ما تجيلي الفكره الرديئه استعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، واقوم اتحصن واتوضى واصلي اكلم حد، ما اخسبش دماغي للفكره، الفكره بالخاطره فكره تبقى هم تبقى عزيمه خلاص بتبقى فعل خلاص بتبقى شهوه تنفذها الجوارح والعياذ بالله. يبقى ادفع. خامس حاجة وخامس حصن ليك من الشيطان والوسوسة اللي بيعملها لك قبل موسم الطاعات دي والمكيدة الكارثة اللي بيخططها لك، مصاحبة أهل الخير. صاحبنا دوري على ناس كويسة، دوري يا ابني على ناس صالحة تبقى معاهم. يعني أعرف شاب يعني كان قال أنا حافظ، فهبتدي أراجع القرآن. خليني أحكي لكم الأمر ده. قال أنا حافظ وهراجع القرآن، ويسوف ويسوف لحد ما يعني إيه اتعمل له كده، عارف كده اتخلقت بيئة حوله. هنتكلم الكلام ده وأشرحه لكم. وراح مع صحبه بتوع حمل الكتاب الله، بيقسم بالله ان اليوم اللي ما يجيبش فيه 6 أو 7 أجزاء مع المراجعه بيحس ان فيه مر في بقه، وبيقول اليوم اللي انا بجيب فيه ده بحس ان انا واكل وشبعان وفي عسل في بقي. مش عارف يوصف لانه صغير، هو صغير سنه صغير، يقول لك احس ان فيه عسل. هي دي حلاوه الايمان، حلاوه انت بتحسها في جوفك وفي قلبك وفي عقلك، هو مش عارف يوصف. فقال فيه كده ونقول له فيه والله حديث كده، دي حلاوه الايمان. مصاحبه اهل الخير يا ابني اللي بيحضوك على العمل الصالح، فما يجيش الشيطان يبقى له سبيل عليك ولا يبقى له ولا لكن انت لما هتسيب اهل الخير دول ايه اللي هيحصل؟ هيجي لك اهل الشر على طول خلاص بقى، وتسلك بيهم انت والشيطان بقى وعيشوا حياتكم بقى، وخش لك فين في قلبك اصلا. اخلق بيئة آمنة واخلقي بيئة آمنة حوالين أولادك. اعمل كده مع نفسك واعملي كده مع نفسك ومع أولادكم. برضو الشيخ حازم كان له مقولة قال أنت ما انتش لاقي صحبة اعمل أنت الصحبة. عيش مع قصص الصحابة، عيش مع كل صحابي كأن بقول أنا تربيت في بيت، البيت اللي أنا تربيت فيه ده أنا كنت بشوف أبي فيه بيجي يحضر مجالس العلم عنده ويحكي عن الصحابي كأني شايف فيلم، كأني شايف الصحابي قدامي. اعملي لأولادك كده، ومنك تبقي حضرتي قلبك للأمر، وفي نفس الوقت خلقت بيئة آمنة للصحبة الخير. يبقى دول صحابهم، دول القدوات بتاعتهم، دول نجومهم في الدنيا. لكن احنا سايبينهم للنت وللإنستا والتيك توك ومعرفش الايه والبيك بوك والكلاب هاوس اللي طلع لنا مصيبه جديده. قال لك زق الباب ودخل، بس قاعدين بيتكلموا، اي حد بيتكلم في اي حاجه كله يدخل. مش عايز اقول لكم الكلمه اللي بيقولها الشباب دلوقتي، يقول لك ده معمول خصيصا على الجنه. كارثه طبعا، وبنات وهسه وكلام وحاجات. الله سبحانه وتعالى للامه بالخير. اعملي انت البيئه والمحضن التربوي الجميل الايماني وصاحب أهل الخير. خامس حصن هي كثرة ذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن، الصلاة، ودي اللي كنا بنقوله قبل كده. كنا بنقول الأعمال لكن ما كناش قلنا السبب الأساسي، إن الشيطان قاعد لك عدوك. انشغل بأعمال بر وأعمال صالحة ظاهرا وباطنا. حديث جميل عن أبي موسى رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. انت عايز تبقى ايه؟ اذكر ربنا يا ابني. فين ذكر الله من حالك ومقالك وكذا؟ اعرف واحد كان ايام اول القرن، مين يا ربي؟ مش فاكره مين، حد كويس كان بيقول مش لاقي حد صالح اتزوجه، فسمع واحده بتقرا قران
وهو ماشي، فقال لأمه روحي هيخطبي لي فلان. فين بقى دلوقتي فلان؟ فين اللي لهم حال؟ قليل. كان ابن المبارك بيقول في الزهد عن سلمان، سيدنا سلمان رضي الله عنه قال، بيقول مقولة حكمة يعني، إن الكل امرئ جوانية وبرانية، حاجة جواه وحاجة براه، فمن يصلح جوانيه يصلح الله عز وجل برانيه، ومن يفسد جوانيه يفسد الله عز وجل برانيه. رب اجعل سريرتنا أفضل من علانيتنا، واجعل سريرتنا وعلانيتنا كما تحبها وترضاها يا رب. قولوا أمين. سادس حصن ينجيك من الكارثة اللي هتحصل دي، ذكر الله وانت داخل البيت وانت خارج من البيت، أذكار اليوم والليلة. حديث مسلم عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله بسم الله السلام عليكم، وعند طعامه، الشيطان قال إيه؟ لا مبيت لكم ولا عشاء، إذا دخل خلاص. لكن لو دخل وما ذكرش الله عز وجل عند دخوله، الشيطان يقول إيه؟ أدركتم المبيت. ولو بعدين جي يأكل كل وما ولا ذكر ولا سمى، خلاص أدركتم المبيت والعشاء، يلا تعالوا كلوا، معشش في بيتك. حديث برضو أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إذا خرج الرجل من بيته قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، إيه اللي يحصل؟ يقال له هديت وكفيت ووقيت. الله جميل قوي ده، يعني تبقى طالع بره ولا في دماغك، هديت وكفيت ووقيت، وتتنحى له الشياطين، تمشي الشياطين ما يقدرش. لكن اللي ينسى بقى، لا اللي ينسى كده، عارفين الشيطان يستشرفه كده وهو ناس قاعد فوق راسه انا اللي قايده بقى وانا اللي ماشي بيه. اوعى ننسى دعاء الادعيه دي، نعلمها الاولاد دعاء الخروج. حصن اهو، كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، حديث النبي. سابع حصن، كف النفس عن الشهوات مع حفظ الحدود طبعا، انك بتدفع الامر وتمسك نفسك، تربط نفسك. الله عز وجل له على العباد، لا على الكل الجوارح من العباد، حاطط حافظ، وانك تحفظ حدود ربنا سبحانه وتعالى وتكف نفسك عن شهواتها، لو فعلت كده الله سبحانه وتعالى يحفظك ويحفظ قلبك ويصلح سرك. ودي من الحاجات الجميلة جدا. كمان من ضمن التحصين طلب العلم، وانك تنشغل بطلب العلم، ما نبقاش جاهلة مش فاهمين حاجة عن ربنا. العلم نور، العلم ونور العلم عن الله هو يعني قوت القلوب، يحيا به القلب. فاكرين قصة العالم والعابد ده اللي قاعد يعبد ربنا بنجاسة 60 سنة، والتاني اللي جه في صحراء كده فنور جاله من السماء وقال له عبودنا ربنا، قال له اقصد انت الشيطان. العالم على العابد كفضلي على أدناكم. نفوق ونخلي بالنا، يعني أنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن الحلقة دي تبقى حلقة بداية عهد مع ربنا وبداية فهم حقيقي. هو ممكن الشيطان يعمل لي ايه؟ يجيب لي ذنب، يا يرجعني المعصيه وشهوه، يا يخليني اروح لفنيه بعد الفنيه، ويبعد قلبي تماما تماما عن الطاعات، وان انا اركز في الاشهر الشهور الجميله دي. اوعى نكون من دول. والحلقه دي عشان نذكر بعض وناخد ثواب اخر الحديث. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا واياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ويعصمنا من الشيطان احنا واهلنا، اللهم امين.